نور، الناس كلياتها بتعرف انه اليوم 24 ساعة وفي ناس كثير هيك بتشتغل بتنضغط. يعني انا دائما بسمع منك هالجملة 24 ساعة ما بكفوني، غير كافية بدنا نهار 48 ساعة. يمكن انت كمان تشبهيني بهي القصة، لانه بيكون في عندك غير العمل، نحن طبيعة عملنا ما في وقت محدد، يعني ممكن يكون عندك شغل الصبح، ممكن يكون عندك شغل المساء، او يلحقك الشغل على البيت، او يلحقك، يا تمام، يعني دائما هي وسائل التواصل الاجتماعي، الشغل ممكن يجي معك على البيت، بس في عندك انت دائما مسؤوليات اخرى، العائلة مثلا، البيت، انا عندي بنت صغيرة، فكل هذا بتحسي حالك عم تركضي مضغوطة، يعني طبعا بشكل مستمر. وهذا يمكن الموضوع اللي بدنا نحكي عنه اليوم، قديش فعليا يمكن 24 ساعة كثير من الناس بتقول انه هي ما بتأديها بسبب الحياة اليومية، بسبب الروتين اليومي، بسبب الساعات الطويلة أساسا، بسبب طبيعة العمل. في كثير من الأعمال أو أغلب الأعمال بدها ساعات طويلة اليوم لحتى تنجزي هي الأعمال، إن كان عمل تبع لمؤسسة أو عمل قطاع خاص، كلياتها بدها وقت وبتاخذ وقت من حياتنا. لهيك في أهداف دائما بنقول إنه هي الأهداف أساسية بدنا نحققها خلال السنة، بنلاقي السنة خلصت وما حققنا الهدف الأساسي. كيف نقدر نوعا ما نرتب أمورنا بشكل سلس وصحيح، نحاول نخلي هال 24 ساعة ضمن قائمة أعمالنا تأدينا ونحقق الهدف الأساسي؟ كل هالتفاصيل نحن نتعرف عليها مع الدكتورة فاتن نظام، مدربة تنمية بشرية. أهلا وسهلا فيك. كيف أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح الخير، يسعد أوقاتك، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. آمين يا رب. يعني مثل ما حكينا بالبداية 24 ساعة هي توقيت اليوم اللي في كثير أشخاص بيقولوا نحن ما عم بكفينا هذا النهار لنعمل كل شغلنا، وبالتالي بيروح يمكن الهدف الأساسي اللي هو بيكون ضمن الإنجازات بيغرق بالتفاصيل. شو الطريقة لحتى ما نغرق بالتفاصيل ونقدر نركز على أهدافنا؟ حقيقة هي مشكلة تقريبا كل العالم بموضوع انه انا ما بقدر احقق اهدافي، انا عندي صار من التفاصيل كثير بحياتي، في مهام كثير، انا ما عاد لحق شيء ورا شيء. دائما نحن في شيء اسمه عندنا تحديد اولويات، ودائما في شيء اسمه تقسيم المهام وتقسيم نهارنا. بعد نقول نحن هي الكلمة احيانا بيقولوا لي انه هلا بدنا نعمل قائمة ومهام وما بعرف شو، هي الفكرة الأساسية هو بموضوع انه انت بس تشوفي حالك انجزتي بصير عندك طاقة أكثر لأنت تستمري بالإنجاز. هي مو فكرة انه انا بدي اكتب انه مثل المدرسة، لا، هي فكرة انه انا بدي احط، بس نحن نحط نسجل النقاط الاساسية بحياتنا او حتى بيومياتنا، يعني على شكل يوم غير اسبوع غير الشهر، فانت عندك هون صار عندك اللي بنقول عليه الاستعداد النفسي لانت لكل مهام باسلوبه بطريقته، لان نحن في بحاجة لشو؟ لتركيز، بحاجة لانه نحن ما نتشوش، لان انت مجرد ما انجزتي المهمة فهي شو حتضرب لك؟ المهمة الثانية والثالثة والرابعة. فما نقول نحن نعمل قائمة ويصير في عندنا استعداد ذات نفسية، بمعنى نقول مثلا الاستعداد النفسي، شو هو الاستعداد النفسي؟ انت جاي على المقابلة، استعدادك النفسي كيف بده يكون حضورك، كيف بده يكون ظهورك، اسلوب حكيك، بعد المقابلة عندك مثلا شيء معين، شغل معين، هذا الاستعداد النفسي اللي هو نفسيا اسلوب مفردات حتى يمكن مظهر، تمام، فهو هذا بيعطيك اريحيه وبتقدر تنجزي صح. فكرمال هيك ما تنقول نحن كيف بدي وفر واعمل اداره للوقت، فان احنا اكيد بدنا نعمل قائمه لنقدر نحقق الهدف اللي حطيناه من اول السنه. بس يمكن يعني كل الناس بتكون هلا عم تتابعنا عم تقول بس هلا ضمن الظروف المعيشيه صعبه، يعني بتلاقي كثير من الناس بدال الشغل عم تشتغل شغلين لتقدر تامن مستلزماتها اليوميه ضمن هي الظروف اللي عم نعيشها. وطبيعه الاعمال بالمطلق نحن عندنا ساعات طويله، يعني انا بتذكر ماما كانت تقول لي بدي اياك تصير انسه مدرسه لانه هي الشيء الوحيد اللي عندك وقت قصير، يعني صح. في عندك عطل وفي عندك، اما باقي الاعمال بتاخذ مجهود كثير كبير من الناس، في كثير من التفاصيل بتروح. كيف فينا يعني اخذت وقت ضمن الوقت المتبقي، كيف فيني ساعد الناس ترتب امورها؟ يعني اغلب الموظفين دوامهم 8 ساعات 9 ساعات، ما في حدا اقل من هيك، فبتلاقي محصور بعد ما انتهاء الدوام بهيدا الوقت انه انا كيف بدي انجز مهامي الحياتيه اليوميه. في تفاصيل، في ناس بتلاقيها كثير موهوبه، عندها فكر، عندها ابداع، هي تفاصيل بتلاقيها بتاخذ وبتسرق هدول. نحن في عنا في شيء كثير مهم، تختلف الجسم كل شخص عن الثاني. صحيح. بمعنى في اشخاص هي حياتها يمكن بتقول لك انا ما بقدر بلش نهاري غير لازم اكون اخذ 10 ساعات نوم. في ناس بتقول لك انا بدي 6 ساعات، في ناس صحيح. بتقول لك انا مجرد بس ريح جسمي 4 ساعات بكفي. في اشخاص هو حسب الجسم وحسب هو الطاقه اللي عنده، يعني هلا مثلا خلينا نقول في عندنا شباب وصبايا هلا، تمام، ما عندهم الطاقه والحيويه اللي عند مثل بالاربعينات و45 بتلاقيهم انه على مهل مهل،
فنحن هون في عنا مقدور طاقات هي موجودة كاملة بحياتنا بأسلوب حياتنا. بقت نقول نحن في عنا ساعات طويلة، طب معلش في عندي ساعات طويلة، ولكن بقت أنت تكوني أنت خلاص أوكي في عندك شغل 8 ساعات، هذا نظام حياة صار تمام أسلوب حياة، ولكن في عندنا نحن إجازة، بتقولي لي الإجازة هلا بدك تضبطي أمورك للأسبوع كله، صح، بس أكيد حتلاقي لك شي ساعتين زمان، هاي بس لنقول نحن مكافأة، مكافأة لأنه أنت على القليلة بتعدي لك لحالك، مو بالضرورة تروح تغير مشوار لأن في عنا ضغوط بالحياة، تعدي لحالك شوي اللي هي ترتبي أنت شو بدك، لأن نحن إذا ما أخذنا هي المساحة ما بقدر أنا أستمر بنهاري يوم ورا يوم ورا يوم، لأن أنت بتصيري عندك هون الستريس وهون بصير عندك الضغط النفسي انه انا امتى بدي اخذ الاكسجين صح، انا امتى بدي اعيش هاليومين صح، تمام؟ فنحن كمان مثل ما بدنا ننجز اكيد بدنا يكون عندنا مثل ما نقول بريك لحتى ترتبي امورك، ترتبي اولوياتك، يعني احيانا في امور تفاصيل بتمرق بالاسبوع معي، انت بتكوني تعبانه نفسيا، انت عندك ضغط عمل، ضغط يمكن اجتماعي كذا، فانت بتمرق بموضوع انت ملك مثلا ايمتي انه لازم اشتغل عليه، فانت بهي التفاصيل الصغيره بس تعدي هدول الساعتين يلي هو بالاجازه مثلا، فانت بترتبي انه لا ليش انا هيك تصرفت؟ انا لو كنت مالي مشوشه، لو كنت مركزه صح ما كنت تصرفت بهي الطريقه، فهي حتى بتخليني اعمل ترتيب الغربله لعلاقاتي لشخصيتي، حتى يوم وقت هذيك السنه وقت قعدنا حجر الكورونا، هي الفكره احيانا الناس بدي خلقها من انه فراغ وهيك، هي ابدا هي كانت في كثير ناس اخذتها ايجابي بشكل مو طبيعي، صار عند الناس غربله لامورها وحياتها وعلاقاتها 100%، فنحن دائما هذه المساحه فانت بتقدر تستثمري صح مو بالغلط. اكيد، ويمكن دائما كنا نقول جمله يعني تاكيدا على كلامك انه الواحد بالظروف الصعبه بيقدر يفكر اكثر، اكيد بصير عنده فرص، صح بصير عنده فرص يفكر اكثر وبصير بيشوف برؤيه مختلفه الاشخاص الناس المواقف. اليوم بقلب هذا الوقت اللي نحن عايشين فيه، اذا انا حسيت ان انا ماني قدران احقق اهدافي لاني مضغوط، كيف بدي يفكر طور نفسي؟ هل بيقدر الشخص مهما كان مضغوط يلاقي طريقه يطور نفسه فيها؟ حقيقه دائما الضغط بيعطي انه انا بدي اغير، تمام؟ بدي اطلع. في قصه لسقراط، في هو المعلم الاول، فكان في تلميذ عم بيقول له انه انا كيف بدي احقق هدفي وكيف بدي انجح؟ قام في كان هيك بركه مي مسك راسه وحط له راسه بالمي. فاول دقيقه فالطالب فكر انه هو عم يمزح معه، ما تحرك، بعد شوي تحرك، بعد شوي بلش ينقص الاكسجين، بعد شوي صار حيختنق، صارت حياته اكثر، بعدين نفض حاله انه انا سالتك عن النجاح تحقيق تحديد الهدف، انت بتروح تغرقني؟ قال له بس يكون في عندك رغبه باي شيء، تكون عندك دافع، فانت اكيد 100% حتعملي اي شيء بدك اياه لتوصلي، بس يكون في نحن عندنا هدف بدك توصلي له او قصه او انت بدك تطوري حالك باي مهاره، تمام؟ في الناس بتقول لك انه في 7 ايام مثلا بتكتسب مهاره، ايه بتكتسب، اذا هي عندها شغف بدها تطور بحالها بتطور. في كثير عالم تدخل 100 كورس وكورس مثل ما فاتت مثل ما طلعت، لان هي حياتها ما عندها قرار هي تطور حالها، فكرمال هيك ما انت بدها فاكيد بتطوري حالك، سواء كان عندك ضغط، سواء عندك باي قصه، انا بحاجه، وقت يكون نحن بحاجه لشيء فانت اكيد 100% حتطوري بحالك، انا بحاجه انه يكون عندي ظهور صح، انا بحاجه انه انا يكون عندي لغه بهذا المكان صار لازم انا اشتغل عليها، فانت الحاجه هي اللي بتلعب الدور، وكمان بالاضافه قرار بحد ذاته هو لحاله بيدفعك لانت تثبتي حالك وتطوري بذاتك، لانه هو حقيقه اذا نحن ضلينا من وقت ما بنخلق لتنتهي العمر نفس المهارات ونفس التطور، فاكيد حيقول لك باي باي الزمن والفرص نفس الوقت. ويمكن اشرتي لنقطه كثير مهمه انه في كثير من الناس قدراتها تختلف، وهون كمان تقييم قدراتي، يعني في كثير من الناس بتحمل حالها يمكن ضغوطات وتحمل حالها اعمال او اجهاد، بتلاقي لهيك الهدف الاساسي بيروح منها، فكمان قديش مهم فعلا الواحد يعرف قدراته، يعني في كثير من الناس بتحمل حالها طاقه اكثر، بتحمل حالها ظروف اكثر، بتحمل حالها بتقول لك انا ما عم لحق، لانه فعليا كمان بتلاقيها محمله حالها امور زياده خارجه عن طاقتها. هلا نحن في عنا عالم يا بتحمل طاقه زياده، يا العكس، في عالم ما يعني بتعيشه
ولا بتهز حالها يعني ولا ابدا ولا لا بتطور ولا بقدراتها، حتى القدرات اللي عندها بتضلها نايمه. فنحن دائما في شيء اسمه، انا دائما في عندي حتى نقاط الضعف نقاط القوه انا بعرفها. يعني انت حتى بشغلي بطاقاتك انا قدرانه انا بقوم، ماني قدرانه ما بقدر. يعني هذا الضغط وقت نقول احيانا بنقول ما هو دائما، بس تصير في عندك قله مناعه نفسيه بصير عندك قله مناعه جسديه، بتصير بتقول لك ظهري عم يوجعني، كتافي عم توجعني من كثر الضغط وحمل الهم، هذا كلياته بياثر علينا جسديا. فانت كل واحد عندي قدرات وامكانيات، في احيانا بقول لك وقت انا في عندي تحقيق هدف معين معلي بتعطي مجهود زياده، بس شو بعدها؟ بعد نتيجة. الضغط في استراحه، في نتيجه، في حدا حيزقف لك انه انت وصلتي للشيء بدك اياه. ولكن انا طول الوقت ضغط ضغط ضغط، اخر شيء انت حتفوتي بضغط مع الكل، يعني مو بس بشغلك، انت حتنقلي لبيتك لاولادك لحياتك كلياتها لاسلوبك حتى الاجتماعي خاص، بتصيري انت اي كلمه بتتحسسي منها، اي كلمه بتنرفزي منها، ليه؟ لانك شو بتقولي؟ ما تواخذوني انا مضغوطه. طب انت بتحمل رفقاتك يمكن يتحملوك، بس انت الاشخاص الثانيين لا ما حيتحملوك. فكرمال هيك دائما القدرات ما عليه، اذا في عندي انجاز بحمل شوي، ولكن اذا كانت مده معينه، مو انا بدي والله اتحمل انجاز مثلا شي سنتين وبدي ضلني اتحمل، بعد سنتين بانجز بحط راسي وبنتهي. ولكن في عالم الاخطر يلي هن عندهم بس ما بيعملوا شيء ابدا، بياكلوا بيشربوا بيناموا لولي خالص هي. ويمكن كمان اليوم نحن عم نحاول يعني من خلال طبعا لقاءاتنا التنمويه وخلال شهر رمضان، يعني في كثير ناس بيكون عندهم ساعات طويله من الفراغ خلال الشهر الكريم وبيحتاروا شو ممكن اعمل، شو ممكن اعمل فيها، ان كان ست بيت او ان كان موظفه او ان كان غيره من الاشخاص القاعدين، او حتى هلا كمان الطلاب اللي عم ياخذوا اجازات عم يقعدوا فترات طويله بالبيت، كيف ممكن نساعدهم هيك بانه يرسموا، خليني اقول مساحه من الوقت مفيده، كل واحد على قد هدفه، كل واحد على قد شو مفكر يعمل لنفسه. حلو كثير، شو حابب يفكر؟ قبل ما انا اقول لك انه هلا خليه يكتسبوا مهارات، خليهم يشتغلوا على حالهم، لا، انا هي حاول يفكر، حاول يجدول، كثير نحن مهم الجدول بالحياه، هي بتساعده حتى يعني هي مو هي خليها اسلوب حياه، هي مو بس يصير له الشخص بعمر، لا هو خليه اسلوب حياه من عمر هن خلينا الاعداد الثانوي، بلش باعداد خطه، انا مثلا في عندي هلا صارت خلقت اجازه معينه، فانا كيف بدي اخطط؟ كيف شو بدي اشتغل؟ اما بالنسبه للسيدات واللي قاعدين بالبيت هن يشتغلوا على النوع انه انا شو عندي؟ شو الي؟ شو علي؟ هي نقطة ثانية. هلا نحن بشهر رمضان، شهر رمضان وشهر رمضان كريم، فهلا اكيد هلا حيبلش يتنوع الاكل وبلشوا تصير في عنا اختراعات وشيف، كل وحدة بدها تصير شيف بطريقتها. فهي الفكرة الأساسية كونه بالبيت، وهلا جو رمضان فهو هلا أكثر شيء العالم عم تشتغل على هذا الموضوع. في ناس هي حياتها عم تشتغل، هي من هذيك السنة عم تبلش تعمل دورات أونلاين، وهو هذا كثير قوي بهذا الموضوع، أنت قاعدة ببيتك وأمورك مرتاحة، أنت عم تعملي تطوير لحياتك. فهون اللي بده يعمل ملء لوقت الفراغ هو أهم شيء يملأه بشيء مفيد، شيء مفيد له ولغيره، يعني ما يكون هو متعب، يعني ما يكون مثلا عم بطقق الأشخاص الموجودين فيه بوقت فراغه، لا، شيء مفيد له ولغيره بنفس الوقت. بختام حديثنا اليوم بدنا نتشكرك على وجودك معنا، وبتمنى من كل الناس يمكن يستغلوا شهر رمضان المبارك يرجعوا يرتبوا أولوياتهم، يحاولوا يرتبوا أهدافهم من أول وجديد ويقدروا يحققون، كل حدا عنده هدف ان شاء الله بيقدر يحققه. شكرا كثير لك، اهلا وسهلا فيكم، تحياتي. شكرا لك دكتوره، وينعاد عليكي عن جديد. ينعاد عليكم، شكرا كثير لكم. شكرا لك.